قال الخبير في الجماعات المتشددة ماهر فرغلي في لقاء مع أخبار الآن إن معركة دير الزور ستكون معركة حيوية لداعش بسبب وجود ما يعرف باللجنة المفوضة للتنظيم داخل المدينة والتي تعنى بإدارة شؤون الأماكن التي يحتلها. نعم، هو بداية لابد أن نعلم أن معركة دير الزور هي معركة حيوية للتنظيم بشكل كبير جدا. هي دير الزور يعني محافظة كبرى جدا بجوار منطقة البوكمال، والبوكمال هي لا تخضع لدير الزور، لها والي آخر تابع لداعش. في الحقيقة هذه المعركة المعركة الحيوية نظرا لوجود 12 قياديا داخل هذه المدينة، يطلق عليهم اللجنة المفوضة للتنظيم. واللجنة المفوضة للتنظيم هي اللجنة المنوط بها إدارة تنظيم داعش في الأماكن التي يسيطر عليها، سواء داخليا أو سواء خارجيا، فيما يطلق عليه أفرع وأزرع التنظيم خارجيا والمسؤولين عن العمليات الخارجية الإرهابية في دول أخرى. ومن هنا تأتي ضربة مثل ضربة أبو محمد الشمالي على سبيل المثال في إخفاض الروح المعنوية لعناصر التنظيم وقواعد التنظيم، وتأتي في سياق هزائم التنظيم المتتالية التي في الفترة الأخيرة حيث فقد 60% من أراضيهم من الأماكن التي يسيطر عليها. هذه الضربة بلا شك موجعة، تؤثر في النهاية على استراتيجيات التنظيم وتفقده البوصلة تماما، وفي ذات الوقت إيديولوجيا تؤدي إلى تفرقة وتؤدي إلى تشتت هذا التنظيم. موجود طبعا قيادات كثيرة جدا ما زالت موجودة، اللجنة المفوضة كما قلت لسيادتك هي 12 عضوا يحملون أسماء حركية، لكن المشهورين منهم كلهم قتلوا مثل أبو محمد العدناني وآخرهم أبو محمد الشمالي.